حالة من الغضب سيطرت على مستخدمي مواقع التواصل في السعودية بعد انتشار فيديو لمواطن يمني مقيم في المملكة العربية وهو يحاول الفرار من الشرطة عقب محاولته لدهس أحد رجال الأمن في مدينة تبوك. فلنتابع هذا الفيديو. الفيديو يظهر رجل الشرطة الذي حاول المواطن اليمني دهسه وهو يتعلق في السيارة حتى نجح في السيطرة على الموقف والقبض على هذا المواطن. هو ما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على بطولة هذا الشرطي. المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك كشف ملابسات الفيديو المنتشر فأكد أن المواطن اليمني حاول دهس الشرطي السعودي أثناء تنظيم حركة المرور في المنطقة، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات ضد هذا المواطن اليمني. الفيديو أثار حفيظة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وحصل على عديد من التعليقات، والبداية مع يحيى الذي غرد وقال: الشرطي بطل ويستحق التكريم، خاطر بنفسه من أجل السيطرة على هذا المجرم. أما صالح فقد غرد وقال: يجب أن يخضع لمحاكمة عادلة والعقاب الأمثل أن يتم ترحيله من السعودية. بينما قال فيصل: بإذن الله سيحصل على أقصى عقوبة، رجال الأمن في السعودية ألف خط أحمر. شاركنا برأيك، ما العقوبة التي يستحقها هذا المواطن بعد محاولته لدهس أحد رجال الشرطة في السعودية؟ مشاهدينا، قصصنا مستمرة ولكن نتابعها بعد الفاصل.